تقول ايه المسج اللي عايز تبعتها للادميشن؟ بلاش الادميشن براحتك خالص. كان اول امبارح اين هشام غندور؟ واحد على فصله حبيبي اختفى في ظروف غامضه. اختفى هشام غندور. حد عارف هشام غندور فين؟ مين هشام غندور اصلا؟ هشام غندور واحد معاك من كتير. حصل امبارح قال خلاص مش هشام. هشام غندور. هشام غندور عارف هشام غندور فين؟ بلاش ليه؟ قول حي قول حي خليك منطقي مش مشكله. لف حبه كده وتعالى وانا هقول لك احكي لك الحوار. ايه لف حبه؟ انت تاجر شنطه. ايه لف حبه دي؟ يلا 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 ايه يلا اتكل على الله. يا رايك كيف الادميشن يا هدى؟ الادميشن فيه ناس لطيفه وفي ناس يعني سوري سوري جو مستو. وانت داخل الجامعه اول مره اكيد اكيد هيقابلك بابتسامه وتاخد نمبر باحترام ولا جزر. طب صور لي جزر بس قال لك ابتسامه و طيب حد عارف هشام غندور فين؟ عايز تيجي ورا؟ اه حدش عارف هشام غندور فين؟ لا ايه اقول لك. طب بالنسبه لادنج كورس رحلة البحث عن هشام غندور هو انا مش عارف هو فين بس انا بدور عليه. يا ريت تبقى احسن بس كده. شكرا. فين الابتسامه والحضن والعطوف؟ ما شفتوش هشام غندور؟ يا عم انت شفت هشام غندور؟ مين هشام؟ هشام غندور. حد شاف؟ اصلا ما شفتش هشام غندور؟ استخبي فوق تقريبا. استخبي؟ هطلع له. عمر طارق كده كده. لا لا انت قلت الجامعه بيرفكت. لا لا قول لي المسج اللي عايز تقولها للادميشن كده. انا عايز اجاوب يا اكسبت الكومبلين بتاعتي بتاعت الماده اللي انا قلت لك عليها المره اللي قبل فاتت. مسج يو وانت تو جيف تو ذا ادميشن. اتكلموا بعدين. فاطمة مش عارف ولا حاجة مش عايز اقولهم. لقيت دلوقتي هشام غندور وهخش عليه اصوره. هشام غندور جه قفشتك. سؤال النهارده يقول ايه الحاجة اللي عايز تقولها للادميشن؟ ادميشن اه يلا غندور. انا هقولها بس انا مبسوط قوي ان انا لقيتك. انا هدور عليك في الجامعة كلها. مش مش بجد والله. آه. طب خلاص. طب ايه احساسك بعد ما مشيت؟ خلاص يا عم خلاص. ده هشام غندور اخيرا عرفنا نوصل له. نيفين فكرتش بلومر اليرت فكر. تعبت قوي على مليت غندور. ايفل كنيفل بتاع جيوسي وهيعمل هيعمل هيعمل الحركه الخطيره.